حضراتكم مرة تانية، وبيشرفنا هنا انه فريق صحافة اليوم في اول حلقة او في اول حلقاته بعد الانطلاقة الجديدة ليه، انه اول ضيف يكون معانا هو الكاتب الكبير استاذ عبد الله السناوي. يعني دي حاجة كلنا كفريق عمل متفائلين بيها، بيفتتح معانا الضيوف اللي هيكونوا موجودين في الاستوديو. استاذ عبد الله، مش يلا ذوقك، اهلا بحضرتك. يا اهلا بحضرتك. يعني مش عارفين نعبر لك عن السعاده انك موجود معانا وهتقرا النهارده معانا الجرايد. كتر خيرك. عايزه ابدا معاك من مكان قبل الفاصل، وكنا بنتكلم عن الجرايد وازاي تناولت النهارده 11 فبراير، وازاي انه الرئيس المخلوع كان حاضرا بشكل مختلف في الصحافه. هل كان حاضرا بالفعل بشكل مختلف، ولا حضرتك قريت هذا الحضور ازاي؟ يعني خلينا نقول ان 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 اليوم هو يوم مهم في التاريخ المصري. بعد 5 سنوات من ثورة يناير، في 11 فبراير ذكرى تخلي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم، فاحنا بنتكلم عن يوم خاص واستثنائي. وخلينا نفتكر مع المشاهدين ردة الفعل في ميادين مصر، عشرات أو مئات الآلاف كلها بترد هتاف انا بعتقد سوف يخلد في ذاكره التاريخ. ارفع راسك فوق، انت مصري. خلي الناس تنظر بعنايه في هذا الهتاف، في اولا محاوله لاستعاده الكبرياء الوطني، الكرامه الوطنيه، وان الشعب قادر على التغيير، وان ما حدث هو تعبير عن اراده شعبيه، وانه طلب للعدل الاجتماعي والوفاء باحتياجاته الاساسيه، وطلب تاريخي بسعادة الأدوار التي كانت لمصر في محيطها وعالمها، وإن مصر قد استطاعت أن تزيح نظاما فاسدا ومستبدا، وأن هذا يستدعي الثقة في النفس. ارفع راسك فوق، أنت مصري. أوعى حد يقول إن عشرات الملايين التي هتفت هذا الهتاف شريكة في تآبر، وأوعى حد يهين الشعب المصري وتضحياته. هل حدثت مؤامرة؟ طبعا حدثت مؤامرة. طبعا بلد محوري مثل مصر لما كانت الاحداث بتتم من 25 يناير حتى اطاحه مبارك وبعده، مجلس الامن القومي الامريكي كان في حاله انعقاد دائم. ليه؟ لان مصر لم نكن نعرف قيمتها، ولا النظام الاسبق يتعامل بقدرها. مصر دوله مهمه، وبالتالي ما يحدث فيها يهم العالم وتهم الاداره الامريكيه وتهم مراكز الدوله الكبرى، وشيء طبيعي ان اجهزه الاستخبارات تتدخل لتوظيف الاحداث لصالحها او لخفض فاتوره هذه الاحداث على تلك المصالح. دي شيء طبيعي، لكن الفعل الثوري شرف حقيقي للشعب المصري في طلب التغيير. وبالنهايه احنا دخلنا معارك وصدمات كثيره، وبعد 5 سنوات على اطاحه مبارك الاكيد ان العوده للوراء مستحيله، وإذا ما فكر أحد أن أعود فسوف تكون الأسنان باهظة. وحضرتك بتكلم عن أنه بعد 5 سنوات، كان ليك مقال أول امبارح بتتحدث عن أن إحنا إزاي مفترض أننا نتعلم من الماضي ونتعلم من الدروس وما حدث بعد النكسة. في اللحظة دي حضرتك بتقول لا عودة للماضي، إيه اللي لازم نستحضره من 5 سنين علشان نتعلم منه؟ لا، إحنا محتاجين نراجع التجربة كلها. وقبل كده إحنا محتاجين نراجع تجربة 30 سنة أو 40 سنة الحقيقة، من بعد حرب اكتوبر، وكيف اهدر نتائج النصر، وكيف جرف الاقتصاد الوطني، وكيف جرى ما جرى. يعني احنا محتاجين نراجع كل التاريخ الوطني المصري، ليس للانتقام او تصفيه الحسابات او دخول في اشكاليات شخصيه ومنازعات وملاسنات. لا، احنا محتاجين نتعلم وندرس الوثائق والاوراق ونعرف ما الذي جرى. وتشير المقال، انا بتكلم ان خبره التاريخ المصري الحديث ان احنا نحتاج أو نفتقد بفداحة إلى التفكير المؤسسي. كل رجل يأتي بعد الآخر ينسخه ويصور أن التاريخ قد بدأ معه. ليه؟ لا، التفكير المؤسسي غير كده. التفكير المؤسسي مسألة تراكم في الخبرات. التفكير المؤسسي أو المؤسسة مسألة قواعد، مسألة شراكة في صناعة القرار. ده التطور الطبيعي، ده المفهوم الدولة الحديثة، أن تكون دولة مؤسسات، وأن تكون دولة مؤسسات هي نفسها دولة القانون، دولة مدنية ديمقراطية حديثة. ده جوهر يناير ويونيو، ده جوهر الدستور. احنا عاوزين نضعه في مصر تستحق الحقيقة أوضاعا أفضل. احنا ما بنتكلمش عن الوضع الآن في هذه اللحظة، لا، احنا بنتكلم عن الوضع الآن في هذه اللحظة، منظور إليه من خبرة الماضي، ومتطلعين إلى مستقبل
تستحق مصر. يعني دي مسألة مش متعلقة بنظام دون آخر، كل النظم ممكن أن تقض، لكن هي متعلقة بحق المصريين في بناء دولة القانون، دولة العدل والحرية. عايز أخد حضرتك لليوم السابع، وفي خبر أو من المانشيتات اللي موجودة في اليوم السابع في صحافة يوم الجمعة، بكائية أنصار مبارك في الذكرى الخامسة للتنحي، السفير السويسري: مصر ستسترد حقها في الأموال المنهوبة. الخبر ده مش مكرر؟ بقالنا 5 سنين بنسمع عن استرداد الأموال المنهوبة. أنا أظن إحنا محتاجين حاجات كتير جدا. كان من الأسباب اللي اتقالت في بداية ثورة يناير، كان في كلام خلينا نفتكر عن محاكمات ذات طبيعة استثنائية. مش طبيعة استثنائية، في قانون من مواريث ثورة يوليو اسمه قانون الغدر، اللي هو بيعمل مساءلة سياسية عن الجرائم السياسية والاقتصادية. في قانون موجود وعدل في ظل المجلس العسكري، ومع ذلك لم يطبق ابدا. فقالوا لا، احنا عايزين نطبق القوانين العاديه حتى نستعيد الاموال. فكان عندنا عداله بطيئه. مبارك بيتحاكم بقى له 5 سنين ولم يحكم في قضيه قتل المتظاهرين حتى الان. يعني احنا نعتبر باحكام القضاء، لكن يعني البطء الشديد. وبرضك في قضايا الاخوان في بطء شديد. وفي كل الاحوال لا عملنا محاكمات سياسيه ولا الفلوس بتاعت مبارك رجعت، ولا احنا عارفين بدقه ايه الارقام. وبعدين المدعي العام السويسري لما جاء مصر قال انا على يقين بان اموال مبارك ورجاله في الخارج قد جاءت من وسائل غير مشروعه، لكن ما فيش صله قانونيه واضحه بين هذه الاموال وبين القضايا المرفوعه او التي يمكن ان يحكم فيها. وبالتالي في شكوك كتيره قوي حول عوده هذه الاموال. فبالتالي انا بطلب من زمايلنا اللي اجتهدوا في اليوم السابع ان احنا محتاجين ايضاحات من مصادر الصحفيه وقانونيه موثوقه، حد يقول لنا حجم الاموال ايه؟ وايه شروط عودتها؟ ومدى توفرها الان؟ وهل هي ضاعت الى الابد؟ أما أن هناك فرصة. أظن من حقنا على الأقل أن احنا نرسل على بر. طيب، في خبرين موجودين في الصحافة عايزين نقف عندهم، أو يعني ممكن نربطهم ببعض. يعني في اليوم السابع في نكشف أول خريطة لدولة الشيعة الكبرى بقيادة إيران، طهران نفذت المخطط بمساعدة أمريكا لحصار السنة، الهلال الشيعي يضم سوريا واليمن والعراق ولبنان ويمتد إلى السعودية. وفي خبر عن أنه العاهل السعودي يزور مصر في 4 أبريل. هل الخبرين دول نقدر نحطهم في نفس السياق، او التحقيق ده والخبر ده في نفس السياق؟ انا مش متاكد ان هم بيدخلوا في نفس السياق، لكن الحقيقه انا بأميل الى التحرز في نشر مثل هذه الاخبار اللي هي المطلقه السريعه، اللي ممكن تجرفنا دون ان ندري ودون ان نقصد، ربما مجامله للسعوديه، تجرفنا الى فتن طائفيه أو فتن مذهبية. والعالم العربي الحقيقة بالذات أنت قدام احتمالات لانفجارات أخرى على أسس مذهبية أو النجار. أنا بعتقد إحنا محتاجين نصل بصورة أو أخرى إلى تسويات تاريخية في المنطقة. مش هيحصل. يعني في كلام عن تدخل بري محتمل. أنا أحب أقول لك مش هيحصل، لأنك أنت بتتكلمي عن غابات السلاح موجودة في سوريا دلوقتي. انت عندك الحرس الثوري الايراني موجود، وحزب الله موجود، والاهم روسيا بصواريخها وطيرانها، وفي هزائم للمعارضه المسلحه بتحدث، وفي تحرش روسي بتركيا. فالتدخل هيتم من فين؟ وهجوم تركي وازاي؟ وبالتالي حتى الكلام السعودي اللي ابتدى يتحرص شويه قال ده محتاج غطاء في التحالف الدولي بقياده امريكا. طب امريكا مش عايزه تخش، مفيش حاجه زي كده هتحصل على الاقل لحد نهايه عهد الرئيس الامريكي اوباما. بنتكلم على كل 2016. وبعدين في تفاهم امريكي روسي في جنيف للحل السوري، وبالتالي امكانيه التدخل البري ممكن، لكن في اطار حل دولي بعد تشكيل حكومه الوطنيه او حكومه التوافق السوريه المقترح. في مشاكل كثيره جدا، بس لن يحدث تدخل بري إلا بصورة جماعية بقيادة أمريكية روسية. وهنا بنتكلم في ظل وضع شرعي جديد توافقي في سوريا. احنا لسه بعيد عن هذه المنطقة، وبالتالي احنا بعيد عن التدخل البري جدا،
رغم كل الدعايات اللي انت ممكن تشوفيها في كثير من الصحف، وبعيد بدرجه اقل عن التسويه السياسيه، لان في مناورات بالسلاح، وكل طرف عاوز في لما يروح لجنيف يبقى في وضع قوه افضل على الارض. طيب استاذن حضرتك ان احنا نطلع هذا الفاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل. نكمل مع حضراتكم جولتنا في الصحافه اليوم، ولسه معانا الكاتب الكبير استاذ عبد الله السناوي. استاذ عبد الله، قبل الفاصل كنا بنتحدث عن زياره الملك سلمان في ابريل المقبل للقاهره. هذه الزياره وتوقيتها هل لها اي مدلول، وخاصه بعد الحديث عن تراجع المساعدات الخليجيه لمصر؟ خدوا بالك ان احنا لما نناقش العلاقات المصريه السعوديه بنناقشها من اكثر من زاويه، الزاويه الاقتصاديه والاستثمارات طبعا هيبقى فيها نقص فادح، وعلينا ان نعول على انفسنا في المرحله المقبله، لان سعر الدولار نزل يعني الى حوالي اقل من 30 دولار، وساعات تطلع حاجه بسيطه، فانت عندك تقريبا 75% او اكثر من قيمه برميل البترول نزل، فده هياثر مؤثر جامد على الموازنه السعوديه، وعلى يستدعي تقشف، ومن بين بنود التقشف عن تخفيض كبير جدا في نسب المساعدات المتوقعة، فدي طبعا. فلكن القضية مع السعودية ليست فقط قضية أموال، في مصالح استراتيجية كبيرة. السعودية محتاجة مصر بقوة، لأن هي داخلة صراع إقليمي واسع مع إيران في أكثر من مكان، في سوريا وفي العراق طبعا بدرجة أقل، لكن في لبنان وفي اليمن. فالاعتماد على مصر مسألة أساسية بالنسبة للسعودية، ومصر لها مصلحة استراتيجية أيضا في دعم الخليج، فلازم يكون واضح للكل أن الأمن الخليجي هو من الأمن المصري، دي مسألة نهائية مش مقيدة بأموال. لكن خلينا نقول كمان أن بعض الخطاب يستدعي السياسة المصرية أن تبقاش مترددة، واضحة جدا. أنا بتصور لابد من الإفتاح والحديث مع إيران، لأن احنا في النهاية هنقعد على مائدة واحدة سواء في جنيف أو في الكواليس بعد فترة، والسعودية هتقعد، هي مش ممانعة لكن بتفرض شروطها، وبالتالي بتصعد في خطابها الإعلامي عن احتمال التدخل البري. أنا عاوز السياسة المصرية يبقى عندها القدرة على المبادرة والتأثير، اتفاق كامل مع الأشقاء الخليجيين، لكن بقدر أكبر من القدرة على المبادرة في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي لبنان، بتتحرك دون القيود الكتيرة المفروضة عليها. مش لأن البترول نضب والمساعدات خفتت، لا، أنا من البداية كنت بقول هذا الكلام، أن العلاقة مع السعودية والإمارات والخليج هي علاقة استراتيجية ولابد من الحفاظ عليها، وهذا من الأمن المصري، لكن أنا أظن أن احنا محتاجين إلى توافق عربي حقيقي في هذه الملفات. لا يوجد بيننا توافقات صلبة حقيقية في إدارة الملفات المختلفة، وأما الملف السوري، لأن مصر الحقيقة في حقيقة الأمر أقرب إلى روسيا، والسعودية أقرب إلى تركيا، في منازعات كثيرة صامتة أو مسكوتة عنها. أنا بعتقد أن الإخوة والمصالح المشتركة تستدعي نقاشا حقيقيا جديا في هذه الملفات، والكلام عن السلاح من حل آخر ساعات بيفلت، في ساعات بنتكلم عن التحالف الإسلامي، طب فين هو؟ وقبل كده اتكلمنا عن القوى العربية المشتركة، مع ان اغلقت بقرار سعودي الحقيقة. وبعدين بنتكلم عن تدخل بري وكوماندوز من السعودية، والكل عارف الكلام ده مش هيحصل، لأن التدخل البري هو قرار مشترك أمريكي روسي، والاتنين متفقين على التسوية السياسية أولا، في مشكلات طبعا. فأنا بظن إن احنا توحيد الموقف العربي ضرورة، ولهذا أنا بتصور إن الملك سلمان زيارته لمصر في إبريل في هذا الإطار سوف تكون مهمة. خلينا نفتكر الملك سلمان في مارس هيزور موسكو، فالحقيقة أنا بتصور إن مصر تتحرك بحيوية أكبر لبناء تصور ممكن أن يكون مشتركا عربيا عربيا قبل أن ينفتح
على أي جهة دولية أو إقليمية أخرى. طيب عايز أخد من كلام حضرتك عن الانفتاح على الدولي أو العربي أو فكرة الرؤية المصرية في الشؤون الدولية والشؤون الإقليمية. عايز أخد حضرتك لجريدة الشروق والخبر عن اليوم إيطاليا تودع ريجيني في جنازة شعبية. كيف كان السلوك أو الإدارة المصرية لهذه القضية؟ الموضوع ده حساس جدا. وأنا بتصور كل كلمة فيها بحساب. والصحافة المصرية كلها مالت إلى التحرز وماشية رسمي. لأن هل كانت كلام المسؤولين وتصريحات المسؤولين؟ لأن مش من حق حد الحقيقة أن يستبق التحقيقات واطلاعنا موجودين فيها إلى إصدار أحكام نهائية. لكن في افتراضات كتير، في افتراضات جنائية وفي افتراضات إرهابية وفي افتراضات في الصحافة الغربية بتوجه اتهامات للأمن المصري، وده اتهام خطير يعني لا يجب التسرع في اعتماده، لأن احنا عاوزين تحقيقات حقيقية تصل إلى الحقيقة، ومن مصلحة مصر أن تصل إلى هذه الحقيقة، لأن هذا الكلام بيستخدم الإساءة لسمعتها، وهذا يضرب في اقتصادها ويضرب في سياحتها. فأظن قضية جوليو ريجيني لها أثر سلبي على صورة مصر في الخارج، والأفضل الشفافية والأفضل سرعة التحقيقات. للحقيقة احنا محتاجين قدام العالم أن نثبت أننا لم نتدهور إلى هذا الحد اللي هم بيتهمونا به. للحقيقة ما فيش أي مصلحة لمصر في ارتكاب مثل هذه الجرائم، بالعكس هي مضادة للمصالح المصرية. فأنا أعتقد سرعة التحقيقات هو ولو تاخد بالك كل الصحافة تحرزت في النشر، وأنا بعتقد ده موقف مهني صحيح، لأن القفز إلى النتائج وإصدار الأحكام قبل التحقيقات اللي بيشارك فيها الطلاينة أعتقد يكون خطأ مهني وخطأ سياسي فادح. وتصريحات المسؤولين؟ لا أنا الحقيقة إحنا محتاجين شوية إن إحنا يعني أنا سمعت وزير الداخلية وهو بيتكلم، أنا أعتقد كان عاوز إعداد أكتر من كده شوية، وهو معاه مساعدين شطار، لأن بعض الكلام إن في مؤامرات وفي اغتيالات وإحنا أجدناها، دي محاولة لتفسير التعبئة الأمنية الزائدة عن كل حد في 25 يناير، يعني أنا انتقدت هذا الكلام في وقته، فإحنا مش محتاجين عشان نبررها نقول إن كان اقتحامات البيوت وسط البلد أو إغلاق دور النشر أو مسارح، إن ده هو اللي أوقف الاختلاط. إن إذا حد عاوز يختال إخوان أو غيرهم إحنا مكلمش على بنتكلم عن شخصيات عامة ما موجودة يعني ويمكن الوصول إليها، لكن حتى الإرهابيين يخشون من الإقدام على مثل هذه الخطوة لأنها تعمل تعبئة هائلة. فتفتكري انت القيادات السياسيه التونسيه لما اغتيلت ده كان جزء كبير جدا من التحول اللي حصل في الراي العام التونسي وخساره حركه النهضه للانتخابات وخساره الاسلاميين اي تعاطف في الشارع. فدي من يعني التعبئه الزائده وادعاء المؤامرات طول الوقت لتفسير التصرفات غير مقنعه اظن احنا بتمنى بترجى ان احنا نتوقف عنها وان نحكم الخطاب حسب القاعدة الاعلامية الشهيرة انت لا تقنع الا بما هو مقنع. هذا الكلام يصلح في الداخل ويصلح في مخطبة الخارج. هيكون ده حاضر مع في لقاء حضرتك مع رئيس الوزراء يوم في الاسبوع اللي جاي يوم الاثنين؟ ولا وفي دعوة طبعا انا تلقيتها وزملائي رؤساء التحرير الصحف وكبار الكتاب للقاء رئيس الوزراء. انا بتصور دي أول مرة يلتقي ودي ضروري الحقيقة باستمرار، إن دايما إحنا بناخد على المسؤولين الكبار إن ليس لهم خبرة سياسية، جزء من اكتساب لحد الأدنى من الخبرة الاحتكاك مع الإعلام وإنهم يطلعوا في الفضائيات ويواجهوا ويروحوا البرلمان ويواجهوا، فدي أنا بظن جزء مهم لاكتساب الخبرات من ناحية، وللحصول على المعلومات الصحفيين يحصلوا على المعلومات من ناحيه تانية، ومن ناحيه ثالثه دي بدي اسراء في الجو العام على الاقل احنا نعرف احنا مختلفين في ايه ومتفقين في ايه نأيد ايه ونعارض ايه. ده كلام ضروري اظن. بس يا استاذ عبد الله مش لما بيظهروا في الفضائيات وبيخرجوا يتكلموا وبيتقال عليهم بعد كده ان هم بيعملوا شو اعلامي وان هم كل اهتمامهم ان هم يخرجوا من البرنامج الفلاني بس خدي بالك احنا هيبقى عندنا قضيه كبيره جدا في البرلمان. يعني انا من الذين يعتقدون ان الحكومة
لعبة البرلمان، والبرلمان لعبة الإعلام، ده هتمشي فترة، وبعدين يرجع البرلمان يتخانق مع الإعلام لأنه يعني غرام وانتقام، بمعنى أنه مش قادر يستغنى عن الإعلام لأنه يريد أن يخرج ويطرح قضاياه ويطرح تنوعاته، لكن في نفس الوقت اللحظة بيضيق بالإعلام ونفسه يحبس الصحفيين. دي قاعدة في كل البرلمانات اللي فاتت، وأظن هتبقى موجودة في البرلمان الجديد، لكن الحكومة هتتعرض للقصف، أنا بتوقع للقصف داخل البرلمان، ما هو تحت الرئيس السيسي سوف تتعرض لمحنة، وبالتالي الحكومة محتاجة تاخد خبرات سياسية في الحوار وفي الوسائل السياسية، لأنها هتدخل في اختبارات صعبة في البرلمان. طيب، وبالتالي تطلع الإعلام يمكن بدي ساعدها أكتر في شرح وجهة نظرها. طيب، وعن البرلمان يحيى قلاش لجريدة الوطن: نحارب لمنع تحول الصحافة إلى سوق نخاسة. ونقيب الصحفيين بيقول: الإعلام يسيء لسماتنا في الخارج، والقانون الجديد يقضي على فوضى الفضائيات. تعقيب حضرتك على هذا التصريح. أنا أخد الفكرة اللي قالها النقيب، أن صورة الإعلام بتسيء إلى صورة مصر في الخارج. طبعا ساعات بننسى أن العالم يتابع والعالم يشاهد، وعبارات السب والقصف وإعلام الجن والعفاريت والشعوذة والحياة الخاصة للفنانين والفنانات والسياسيين في بعض الأحيان، وانتهاك حرمة البيوت، حتى الحياة الشخصية، بيتكلموا في حاجات تتعلق بأدق أمور الحياة الشخصية، وهذا ليس لا يعني أن عايزين الفنان يتكلموا في فنه في إنتاجه في إبداعه، وليس فلان وفلان في عدد زيجاته وزيجاتها، ويعني واذا ما كانت هناك علاقات خارج القانون، يعني نتكلم عن اعلام صورته بذيئه. مش كل الاعلام، يعني ساعات انت عارفه دايما بعامل زي السفينه اللي بتحمل نفط فوقعت في البحر فبتلوث البحر كله. البحر كله مش ملوث، لكن بتدي صوره في تلويث لسمعه الاعلام المصري، عمره ما حصل بالنسبه لاعلام عريق، الإذاعة من الثلاثينات، التلفزيونات من الستينيات، الصحافة المصرية الحديثة من 38 مع أو 37 مع جريدة المصري، بنتكلم عن كل اللي عملوا التلفزيونات والإذاعات والصحف العربية كان رواد مصريين. لما نصل إلى إن إحنا تحولنا إلى مصدر شفقة، الحقيقة القانون هو اللي ينظم، اللي يحقق الحرية المنصوص عليها في الدستور، ويضمن في نفس اللحظة المسؤولية والقدرة على حساب المنفردين الذين أساءوا لسمعة الإعلام المصري. طب عايز أسأل حضرتك، في المصري اليوم برضو في حوار، يعني هو الوقت بياخدنا بس سريعا، حوار لمنير فخري عبد النور: غياب الحكومة هو سبب تدخل الأمن في السياسة، تراجع شعبية الرئيس أمر طبيعي، وعليه تقبل النقد والإفراج عن نشطاء التظاهر. أنا هبتدي من الجزء الثاني. ولا أنا موافق على الجزء الثاني، ومحتاج إلى تدقيق في الجزء الأولاني. موافق على الجزء الثاني، إن أمر طبيعي إن الرئيس سيسي أمام تحديات مهولة إن تتراجع الشعبية، لكن اللي هو غير طبيعي أن تتراجع بالمعدلات التي حدثت. يعني في جزء طبيعي إنها تتراجع بالنظر إلى حجم المسؤوليات وضيق الموارد، لكن غير طبيعي أنا بعتقد إنها زادت عن ما هو كان متوقعا، الكل كان عارف. والدكتور حازم بلاوي وهو رئيس وزراء، وكان معاه النائب الاول الفريق اول عبد الفتاح السيسي، وكان فكره ترشيحه قائمه، فالدكتور حازم قال له: يا سياده الفريق اول، اذا ما ترشحت فسوف تكتسح الانتخابات، لكن مشاكلك سوف تبدا من اليوم التالي. وكان انا بعتقد كان صادق جدا معاه، فده الطبيعي في اللي بينظر حجم مشاكله، والرئيس السيسي كان عارف حجم مشاكله وتردد وفكر ما ينزلش، وكتب ثلاث ورقات على ورق أزرق بيقول أنه لن يترشح، وبعدين لأسباب كثيرة جدا ترشح وكسب الانتخابات. لكن غير طبيعي أن الشعبية الكبيرة تتقوض وتتراجع على بعتقد بمعدلات يعني لا يستهان بها. في فرق بين شعبية التغيير وطلب التغيير، وبين شعبية الأمر الواقع، لأننا لا نحتمل إخفاق جديد ولا نحتمل تغييرا كل يومين ثلاثة والكلام ده. في فرق كبير جدا بين الزعامة والرئاسة. أنا أظن الرئيس نفسه محتاج أنه ينظر في تجربته في السنة ونص ويستخلص النتائج التي يراها مناسبة. ففي مشكلة في تراجع الشعبية، في غياب في الرؤية، طبعا مش عاوزة مناقشة،
الافراج عن النشطاء المعتقلين وفق قانون التظاهر. احنا كلنا عارفين، انا عندي خبر معلوم وعندي سؤال معلق. الخبر المعلوم ان الرئاسه اعلنت رسميا قدام عدد كبير من رؤساء التحرير والاعلاميين حوالي 7-8 في دار الاوبرا، كان في اجتماع على هامش اجتماع الرئيس او لقاء الرئيس بالشباب، واعلان عام 2016 عام الشباب حصل لقاء واتقال فيه بصوره رسميه كل صحف نشرت ان في قائمه من 100 ناشط سياسي سوف يفرج عنهم في 25 يناير. عدى 25 يناير ودخلنا في فبراير، وما حصلش حاجه. السؤال الغائم، اين القائمه، قائمه ال 100 ناشط سياسي الذين سوف يصدر بحقهم عفوا رئاسيا؟ ده سؤال. فانا بطرح سؤال على الرئاسه. انا هختم بالسؤال بتاع حضرتك. اما السؤال الثاني هو الوقت للاسف خلص. هو كان الوزير السابق منير فخري عبد النور بيتحدث عن غياب الحكومه سبب تدخل الامن في السياسه. لا، غياب السياسه مش غياب الحكومه. لا، غياب السياسه ادى الى تدخل الامن باكثر من دوره في الحياه العامه. المشكله الكبيره ان الحكومه غير سياسيه، فاصلا او بالتالي احنا محتاجين نعمل تعديل في التفكير المؤسسي بحيث تكون الحكومه شريك في صناعه السياسه العامه وشريك حقيقي وليس السكرتارية التنفيذيه للرئاسه. وده النص الدستوري وده التطور الطبيعي. ده الرئيس عنده صلاحات كبيره جدا، لكن وجود شركاء حقين في تحمل المسؤوليه وصنع السياسات العامه اظن ده التطور الطبيعي اللي مصر تحتاجه، مش النهارده، النهارده وبكره و10 سنين و20 سنه و30 سنه لقدام، لان ده خط المستقبل الطبيعي. نعم استاذ عبد الله، انا عايز اشكر حضرتك على انك كنت موجود معانا في يعني اول اسبوع في برنامج صحافه اليوم، اول ضيف يكون موجود معانا في الاستوديو استاذ عبد الله السلاوي الكبير. بشكر حضرتك يا استاذ عبد الله. سؤال اخير سريعا، انا عارفه بس عشان وقت البرنامج، صحه الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل؟ انا بتمنى له من كل قلبي وكل امل في ان يشفى من وعكه صحيه صعبه. كل قلوبنا مع الأستاذ والأخ والأب محمد حسين. مشكور حضرتك. القيمة الكبيرة الاستثنائية في تاريخ الصحافة في مصر والعالم العربي والعالم، هو بحسب الواشنطن بوست أهم صحفي في العالم في القرن العشرين. كل أمنياتي، كل مشاعري مع الأستاذ هيكل. بشكر حضرتك على وجودك معانا، ودي كانت جولتنا في الصحافة اليوم. تصبحوا على خير.